الخبز، السكر، القهوة، المواد، الزيت المدعم إلى آخر ذلك. معنا الطوابير موجودة، والخبز بلفين بالقروان، والمواطن البائس الفقير لا يجد حظه في وطنه. اهلا بكم من جديد. اذا البارحه زياره خاطفه لجورجا ميلوني رئيس الحكومه الايطاليه الى تونس. سعاده السفير، سعي جاد من الحكومه الايطاليه لانتشال سلطه السعيد مما اسمتها ميلوني وما حذرت منه ميلوني من ما اسمتها بالانهيار الاقتصادي الوشيك. الى اي حد تنجح ميلوني في انتشال هذه السلطه من أزمة اقتصادية حذر منها الخبراء داخل تونس وخارجها؟ هي يا حسين حتى تنتشل إيطاليا باش تنجم تنتشل تونس، هي فما سوء تفاهم كبير وفما تزوير في نشرات الأخبار وفي بيانات الرئاسة. هما قالوا وعدت باش تمول تونس ب 700 مليون دولار يورو ولا يورو، والله ما يورو، ايوه. وبعد خرجت رئاسة الحكومة الإيطالية قالت لا فماش، هذا ما قالتش ميلوني لأن ورطها الرجل، قالت راهو حجم المبادلات منذ سنتين تقريبا ما بين تونس وإيطاليا 700 مليون يورو. فشوف استغلال الزيارات هذه كيف هو كيف الأمين العام لمجلس التعاون في تبنيج الشعب وإيهامه أن فما حلول، وما فما حتى حلول. هي ميلوني ومصرحة ثم قالت احنا نحبوا على حارس لحدودنا، وربما تتفاوض معاه على تكامل عسكري أو شبه عسكري في حرس الحدود ما بين الكارابينيري وما بين الحرس البحري التونسي لمنع الهجرة. هذا شيء خطير، هو يتغنى بالسيادة وقال ما يدبر علينا حد واحنا سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار. كيفاش يا ولدي مش ترضى انت بوظيفه العساس وترضي التوانسه بوظيفه العساس؟ ما نعرفش يا حسين التوانسه يعرفوش المحتشدات الموجوده توا في ايطاليا في وقت ميلونيا، ما كانتش قبل دايره بالاسلاك الشايكه وشبه سجون وكلاب حشات يدوروا ويعشوا باش ما يخلوا حد يخرج في انتظار ان يسفروهم بالدفعه للدفعه، وقيل ان مطار مفيفا ومطار تبرقة مهيئين لهذا. كنت ترجع فيهم بلا ضمانات، يعطيوك فلوس للدوله تو هكا، تو شيء يبعثوا لك انسان بطال ما لقيتلوش انت خدمه، وانت تقول بكري نسمعوا فيه قال الشعب البائس الفقير، الشعب البائس الفقير الخبزه يشري فيها بدينارين في القروان. وعلاش هو بائس فقير بالله في عهدك السعيد؟ ما هو يلزم يكون متفرهد ولبس عليه وحقوقه كاملة وتغذيته كاملة. يا رجل مهازل واللي نعيشوا فيها وصلنا لها إلى أقصى درجات المسخرة.